السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في الذكر الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هي كفالة إلهية للعالم برفع درجته وعلو ذكره في دين يعظم من شأن العلم وأهله. هذه المكانة تحققت واقعا عمليا في المجتمعات المسلمة على امتداد التاريخ الإسلامي، ولم يستطع أن ينال منها حتى الحكام الذين مارسوا شيئا من العسف في الحكم. هذا بدوره يثير الحديث عن جدلية العلاقة بين العالم والحاكم، ومن ذلك السؤال عن محددات العلاقة أو محددات هذه العلاقة وضوابطها، وعن الوظيفة المجتمعية والسياسية للعلماء، وعما إذا كان قرب العالم من الحاكم أو تقربه منه يجرح في مكانته العلمية أو اعتبار رأيه العلمي والفقهي. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد تبحث العلاقة بين العالم والحاكم. موضوعنا هذا نبحثه مع ضيف الحلقة الدكتور حاتم عبد العظيم، أستاذ الشريعة الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتور حاتم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام، حياكم الله. بدء ذي بدء دكتور، يعني نريد أن نعرف من هو العالم في الشريعة وكيف يكتسب هذه الصفة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء هم أولئك الذين ورثوا ميراث النبوة وحملوا راية النبوة وقاموا بكل وظائف النبوة إلا وظيفة تلقي الوحي، فإن الوحي نزولا من السماء إلى الأرض قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وختم النبوة به عليه الصلاة والسلام، لكن دينه ورسالته التي بعث بها باقية يحملها بعده العلماء الصادقون الصالحون المخلصون. والمقصود بأولئك العلماء هم الذين تحملوا العلم فأحسنوا التحمل، وتحمل العلم له منهجياته، ومن شروطها أن يكون تلقي العلم على أيدي علماء، ولا يكون الإنسان قد سعى بنفسه لاكتساب العلم دون معلم، وذلك ليس ممنوعا لذاته وإنما ممنوع لما لوحظ من كثرة الخطأ والخلل فيه، فإن الإنسان إذا علم نفسه بنفسه لا يكتشف أخطاءه ولا يصلحها، أما إذا عرض ما لديه على المشايخ والعلماء فإنه تكون له مرجعية للتصويب وللتنبيه ولسد الثغور. الأمر الآخر أن يتقن، ولا يمكن أن نعرف أنه أتقن إلا إذا اختبر في علمه فأجيز فيه. الأمر الثالث أن يضبط فيحسن، يعني الاحتفاظ بما قد تحمل، فإن الإنسان قد يتحمل العلم ثم يفقده لانشغاله بغيره، فإذا ثم أن يكون ثقة في دينه فيحسن حراسة ما حمل من العلم ولا يبيعه بعرض من الدنيا. إذا توفرت هذه الخصائص الكبرى في العالم فإنه يكون من أولئك العلماء المقصودين في الوحي الإلهي بتحمل الرسالة وأداء الأمانة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم الصالح، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء تعليقا على هذا الحديث: وليس مقام يكافئ مقام النبوة، وليس بعد مقام النبوة رتبة تماثل رتبة خلافة النبوة، فأعظم هذه الأمة قدرا بعد نبيها الكريم صلوات الله وسلامه عليه هم العلماء المخلصون الذين يتحملون الرسالة فيحسنون التحمل ويؤدونها فيحسنون الأداء. وده القسم الثاني من أقسام الأوصاف التي ينبغي أن يتحلى بها العلماء، يعني أن يكون قد تحمل تعلم تعلما صحيحا وضبط ما تعلم وأحكمه وعرض على مشايخه فأجازوه فيه إلى آخره، ثم أن يحسن الأداء، أن يحسن البلاغ، فإن البلاغ هو الثمرة، التحمل والوسيلة والبلاغ هو الثمرة، فإذا أحسن التحمل عليه أن يحسن البلاغ، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ عنه: يا أيها النبي بلغ ما أوحي إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا كان البلاغ وظيفة النبوة فإنه من خلافة النبوة أن يكون البلاغ وظيفة العلماء أيضا.
العلماء مسؤولون أن يبلغوا أحكام الله وهدايات القرآن الكريم وهدايات السنة النبوية إلى الناس، ومسؤولون كذلك أن يحلوا للناس إشكالاتهم الدينية، فكلما نزلت نازلة حار فيها الناس أو احتاج الناس فيها إلى معرفة حكم الله عز وجل اجتهد فيها العلماء على وفق الأصول، وأحسنوا فيها البلاغ وأحسنوا فيها الأداء، وبينوا للناس وجه الحلال والحرام فيها حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة من دينهم. فإذا الوظيفة الأولى هي وظيفة التحمل، والثانية هي الأداء، والثالثة هي وظيفة القدوة. فلا بد للعالم أن يكون قدوة للناس في سلوكه العام، قدوة نعم للناس في الدفاع عن دينه والتمسك بثوابته، قدوة للناس في الترفع عن الدنيا، قدوة للناس في ألا يكون غرضه من علمه ولا من عمله بعلمه عرضا من أعراض الدنيا، منصبا زائلا أو مكانة عند حاكم أو شهرة في مجتمع أو حصولا على مال أو مغنم من مغانم الدنيا. فإن العلم من الأعمال التي لا تقبل شريكا، فإما أن يكون خالصا لله نعم ويبتغي به صاحبه وجه الله والدار الآخرة، وإما أن يكون مردودا على صاحبه والعياذ بالله رب العالمين. دكتور، يعني قبل الحديث عن القدوة تحدثت عن شروط عامة، وهي في الحقيقة تبدو لي على الأقل أنها مجملة تحتاج إلى شيء من البيان. يعني أنت قلت بأنه أن يتعلم العلم وأن يضبطه وأن يعرضه على مشايخه فيجيزون له هذا العلم. يعني هذا ربما يكون كلاما مجملا يحتاج إلى تبيين. يعني ما هو العلم الذي يتعلمه؟ هل يلزم حتى يكون العالم عالما أن يكون مجتهدا؟ ماذا عن مسائل آلة اللغة وقضية ملكة الاجتهاد وملكة تنزيل الأحكام واستنباطها؟ يعني من هو الذي يكون، لأن الكثير بحسب الصفات التي ذكرتها الكثير جدا من الناس تحمل هذه الصفات اليوم. نعم، أنا أقول يا أخي الكريم إنه العلم مراتب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا إنه الناس متفاوتون في تحصيلهم للعلم وفي إلمامهم به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أجاويد أخذت الماء فأخرجت العشب والكلأ الكثير أو الكلأ والعشب الكثير، وكان منها قيعان حفظت الماء فلا هي أنبتت كلأ ولا عشبا، فجاء الناس فشربوا وسقوا أنعامهم، وكان منها قيعان لا هي حفظت ماء ولا هي أنبتت كلأ. إذن في رتبتين من رتب العلماء، الثالثة هذه ليست من رتب العلماء. رتبة الذين يستطيعون أن يأخذوا الوحي فيفهموه ويتلقوه فيستوعبوه، ثم يزيدون على ذلك الاجتهاد وإخراج العلوم النافعة واستخراج الهدايات التي لم يسبقوا إليها، وهذه طائفة المجتهدين من العلماء. ثم هناك رتبة أخرى هي رتبة الذين يحفظون العلم ويبلغونه كما حفظوه من غير أن يستخرجوا منه فوائد أو يضيفوا إليه يعني ما ينبني عليه وما يفهم منه وما يستفاد، إنما وظيفتهم أن يحفظوا العلم للأجيال التالية حتى لا يضيع، وأن يروه حتى لا يحرف أو يزيف، وكلا المنزلتين منزلة شريفة. ومن ثم تستطيع أن تقول العلماء على هذين القسمين الكبيرين، وده داخل كل قسم تفاصيل. القسم الأول هو قسم المجتهدين الذين يحسنون الفهم ويحسنون الاستنتاج والاستخراج والاستدلال، ورتبة الحفاظ الذين يحسنون البلاغة والأداء. ورتبة الاجتهاد يعني لا يصل إليها المرء إلا بعد معاناة شديدة مع العلم، وبعد تعب وجهد شديد، وبعد أن يستوفي آلات وأدوات الاجتهاد. وآلات الاجتهاد وأدواته في رأيي تنقسم إلى قسمين كبيرين: قسم من التحصيل، قسم نسميه التحصيل، وقسم يمكن أن نسميه الملكة. فأهل الاجتهاد أهل ملكة ثاقبة نافذة، وأهل فهم فتح الله عليهم بهذا الفهم، وأهل قدرات عقلية فائقة. عندما نتحدث عن واحد مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام مالك قبل ذلك، وأبو حنيفة وأحمد والأئمة الكبار الذين ظهروا في هذا الجيل وبعده، من أمثال سفيان الثوري، من أمثال الأوزاعي، ثم بعد ذلك فقهاء المذاهب الكبار، من أمثال مثلا النووي وابن حجر، من أمثال الجويني والغزالي عند والرافعي عند الشافعية، ومن أمثال مثلا الكبار المالكية وكبار الحنابلة وغير هؤلاء من الأئمة الكبار. هؤلاء هم طائفة المجتهدين، وأنا أقول إن طائفة المجتهدين هذه لا يخلو منها زمان من أزمنة الأمة ولا صقع من أصقاعها بفضل الله ورحمته، فإن من رحمة الله على الناس أنه ينشر رحمته، فلا يكون العلم محصورا في جيل من الأجيال فينقطع الاجتهاد بزوال هذا الجيل، ولا يكون محصورا في مكان
من الأماكن. فالمجتهدون هم الذين أحسنوا التحصيل، فحصلوا علوم الآلة كاللغة والإلمام بعلوم السنة النبوية، حفظ الأحاديث ومعرفة رتبتها والقدرة على تمييز صحيحها من سقيمها، وفهموا القرآن الكريم فعرفوا معاني الآيات وما يستفاد منها من الأحكام وما يحتمله التأويل وما لا يحتمله، وعرفوا الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمفصل والمجمل وإلى آخر ما هنالك من علوم القرآن الكريم. ثم بعد ذلك هم ذو إدراك عميق بالواقع، فإن الذي يقرأ علوم الشريعة من كتب التراث وينعزل عن الواقع فلا يعرف متغيراته ولا يعرف أحواله ولا يدرك أعرافه ولا يحسن نوازله، لا يمكن أن ينزل نصوص الوحي تنزيلا صحيحا. كل هذا من حيث التحصيل، فلا بد أن يحصل علوم الشريعة جملة على هذا النحو الذي بينا ويكون بها بصيرا وبها خبيرا، ولا بد أن يدرك الواقع الذي يعيش فيه وأن يكون أيضا به بصيرا وخبيرا. يعني ذكرت أن هناك طائفة من العلماء فيهم ملكة الاستنباط والاجتهاد، هل أفهم من كلامك دكتور حاتم بأن هذه الملكة مركوزة موضوعة فيهم ولا قبل الاجتهاد، مهما بلغ المرء من الاجتهاد والعمل بلوغ هذه المرتبة لا يمكنه الوصول إليها؟ يعني هناك فرق بين من أوتي الموهبة وأوتي الملكة ابتداء فتخرج أكلها كل حين بإذن ربها، وبين من يحاول أن يكتسبها فيتطلب منه الأمر جهدا جهيدا ويكون المحصول في الأخير قليلا. عندما يوافق العلم طبعا ملائما للعلم وعقلا نافذا ثاقبا ينتج يعني خيرا كثيرا. الإمام الشافعي يا أخي ولا يزال شابا في ريعان شبابه استطاع أن يلاحظ كل الظواهر الأصولية الموجودة في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وأقضيته وفتاوى أصحابه الكرام والتابعين، وأن يستخرج هذه الظواهر ويضع لها مصطلحاتها ويضع لها شروطها ويقسم أقسامها ويبوب أبوابها ويخرج للناس علما متكاملا متماسكا غير مسبوق لم يكن موجودا كتابة وتصنيفا قبل الشافعي، يسميه علم الأصول. لا يمكن أن نساوي هذه الملكة بين ملكة أمثالنا الذين يحاولون في أحسن الأحوال أن يفهموا ما كتبه الشافعي ويحاولون أن يجتهدوا قدر وسعين في مسائل بعينها، لكن هناك فرق كبير بين من أوتي الملكة الكاملة وبين من يحاول أن يلحق بالركب ويحاول أن يكتسب قدر وسعه ما يجعله قادرا على الاجتهاد في بضعة مسائل أو في بضعة نوازل. هناك تفاوت كبير جدا في الحالتين يعني حقيقة. فيكم البركة ورفع الله قدركم دكتور حاتم. يعني في الحديث في العودة إلى حديث القدوة، يعني إذا ما كان العالم حمل العلم وألف المؤلفات النافعة واشتهر أمره بين عامة المسلمين لكنه حوى شيئا من سوء الخلق كأنانية أو شيئا من الكبر أو ما إلى ذلك، هل هذا يجرح في علميته؟ طبعا. يعني شوف يا أخي الكريم، العلم مفتقر إلى القدوة، والعالم الذي لا يكون قدوة في دينه وفي سلوكه العام يكون فتنة على الناس، فإن الناس يريدون أن يروا فيه رقم واحد مصدر التعليم حتى يستفيدوا من علمه، والثاني مصدر الاقتداء حتى يتأسوا ويستفيدوا من خلقه. صحيح إذا كان في العالم عيب لا يقدح في جملة دينه لا مانع من احتمال هذا العيب، لكن العلماء مأمورون قبل غيرهم أن يهذبوا من أنفسهم حتى يكونوا صالحين لخلافة النبوة. يا أخي الكريم، الله عز وجل حتى يتحمل النبي النبوة أعده على عينه وأدبه فأحسن تأديبه وأثنى عليه فقال إنك لعلى خلق عظيم، تمام، وقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن ثم فإن من يريدون أن يتحملوا هذا الميراث لابد أن يتأسوا بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع تأسي. لا يمكن لأحد أن يبلغ رتبة النبي الأخلاقية ولا نصيفها ولا عشرها ولا دون عشرها، لكن واجب على العالم على العالم أن يتأسى بمقام النبوة حتى يستحق الخلافة والوراثة وحتى يكون أسوة للناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للناس، فيرى فيه الناس أخلاق الإسلام وقيم الإسلام فيتعلمون منه العلوم ويتأسون به في باب الأخلاق والمعاملات. طيب العالم هو في نهاية المطاف فرد في المجتمع الإسلامي له حقوق وعليه واجبات، في هذه المنظومة الثنائية بين الحقوق والواجبات أين موقع العالم في المجتمع المسلم؟ وطبعا العالم يعني طبعا له حقوق، على رأسها أن يكفى فلا يحتاج إلى الحكام ولا يمتهن في لقمة عيش. من الذي يكفيه؟ أيوة، يتصور ذلك إذا كان هناك منظومة حكم رشيد،
في ظل وجود الحكم الرشيد كفلت الدولة المسلمة علماءها وأجرت عليهم الجرايات وكفلهم المجتمع المسلم فوقف عليهم الأوقاف وحبس عليهم الأحباس. فطول التاريخ الإسلامي كان العلماء مستغنين بما يكفيهم عن دنيا الناس، وهذا كان يعطيهم نوع من أنواع الاعتزاز بعلمهم ونوع من أنواع الترفع عن الدناية. لكن الحقيقة لما ساءت منظومة الحكم وتخلفت، بدأ العلماء بذكاء شديد يكفون أنفسهم عبر الصناعات، فسنجد أن لدينا عشرات العلماء ممن اكتسبوا ألقابهم من مهنهم ومن صناعاتهم. فتجد ابن النجار يعني الذي بطبيعة الحال كان يشتغل بالنجارة، وتجد الغزالي الذي كان يشتغل بالغزل، وابن دقيق العيد وابن دقيق العيد. ومن ثم فإن كثيرين من العلماء لما حصل خلل في منظومة الحكم ولم يعودوا يأتمنون الحكام على كفايتهم، اشتغلوا هم بأنفسهم لكفاية أنفسهم طلبا للترفع عن دنيا الناس، وحتى لا يمتهنوا العلم في طلب الرزق. ومن ثم فإن منظومة العلماء عبر التاريخ الإسلامي أخي الكريم ظلت في معظم الأحيان مستقلة عن التبعية، لا تبعية لتجار ينفقون عليهم، ولا تبعية لحكام يولونهم المناصب ويعطونهم المعطيات، وظلت مؤسسة العلماء باستقلالها ضمانة للأمة ومرجعية للأمة ودفاعا عن حقوق الشعوب وردعا للتجاوز والظلم والعدوان وإلى آخره. والحقيقة أن الأمة نكبت نكبة عظيمة في العصر الحديث عندما أدخلت منظومة العلماء ضمن دولاب الدولة، وأصبح العلماء في معظم الأحيان، أقصد هنا المؤسسات والهيئات العلمائية، أصبحت تعين بقرارات إدارية وتأخذ رواتبها من الدولة، وكأن العلماء صاروا موظفين يعاملون كما يعامل الموظفون، وهذا يجعل العالم تحت ضغط الدولة وسلطان الدولة فلا يستطيع أن يخالفها، وهذه مأساة كبيرة. تفقد وظيفة العالم، تفقد البعد الرسالي في وظيفة العالم العالم، وتفقد استقلاله الذي هو من شروط البلاغ، كما قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ومن ثم إذا كان العالم يهاب غير الله ويعمل حسابا لغير الله في البلاغ والبيان والفتوى وكل شيء من هذه الأشياء، فإنه ساعتها يسقط من منظومة العلم التي يريدها الله عز وجل. والضرر ربما لا يعني متعدي هنا، متعدي إلى المجتمع بسقوط العالم، تسقط أمور كثيرة. نعم. حقيقة يعني بعد الفاصل أريد أن أبحث معك العلاقة، تحرير العلاقة ومقررات الشريعة، كيف تقرر الشريعة العلاقة بين الحاكم والعالم. لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل أريد أن أسألك عن البعد المجتمعي لدور العالم في الدولة الإسلامية، ما وظيفته المجتمعية؟ العالم في المجتمع هو قائد المجتمع، هو الذي يصنع الرأي العام. منظومة العلماء لا تصنع الرأي العام، هي التي تحرس الأخلاق والفضيلة داخل المجتمع، هي التي تقاوم كل الانحرافات الاجتماعية في بدايتها وتتصدى لها في مهدها. منظومة العلماء هي التي تقود المجتمع لمكافحة الظلم، وقد رأينا في كل البلاد الإسلامية أنه عندما أتى الاحتلال الغربي وقاومته الشعوب المسلمة، كانت مؤسسات العلماء وكان العلماء بأشخاصهم وأعيانهم على رأس هذه الحركات المقاومة والتصدي لمحاولات الاحتلال والاستعمار. العالم يا أخي في الإسلام قائد للحياة، وليس قابعا في صومعة غارقا بين الأوراق والكتب، إنما هو صانع للحياة، يقود حركات الناس ويكون أمامهم في مواطن الجد، ويكون قدوة لهم في مواطن الجهاد. وقد تكرر هذا عبر التاريخ الإسلامي، ومن ثم استحق العلماء أن يكونوا في موضع القيادة الاجتماعية من الأمة حتى وإن لم يكونوا في منزلة القيادة السياسية. نعم، نواصل هذا الحديث بعد العودة من فاصل قصير. أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة الحديث في جدلية العلاقة بين العالم والحاكم، أو بتعبير أحد الكتاب المغاربة، بين السلطة المعرفية والسلطة السياسية. وحديثنا اليوم دائما مع دكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية. أجدد الترحيب بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا.
العالم كما قررنا في المحور الأول أو قبل الفاصل بأن له مكانة كبيرة في المجتمع المسلم، مكانة اجتماعية، مكانة علمية، مكانة أخلاقية، وهو قدوة في المجتمع. لكن ماذا عن العلاقة بين العالم والحاكم؟ وهي قضية جدلية أثيرها الكثير من الحديث فيها، كيف تتحدد هذه العلاقة؟ يعني الحقيقة هذه من أكثر القضايا الجدلية المرتبطة بمنظومة العلماء عبر التاريخ. يعني من أسلافنا الكرام رضوان الله عليهم من قالوا بوجوب القطيعة التامة بين العالم والحاكم، ومنهم من قال بوجوب وجود هذه العلاقة قياما بوظيفة البلاغ وحراسة الدين، ومنهم من توسط كالغزالي في إحياء علوم الدين، فجعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم على ثلاثة أقسام. فأسوأه على الإطلاق أن يدخل العالم على الحاكم، أن يكون التودد والتقرب من قبل العالم، لأن ذلك مظنة أنه يعني يريد عطية الحاكم أو يخشى منعه. وهذه المسألة في رأي الغزالي تفقد العلم قيمته وتفقد العالم مكانته. والغزالي رحمه الله يرى أنه لا يجوز، يعني يقول بالحرمة الشرعية في دخول الحاكم العالم على الحاكم. الصورة الثانية قال أن يدخل الحاكم على العالم، أن يكون العالم مطلوبا مرغوبا لا طالبا راغبا، وأن يكون محتاجا إليه لا محتاجا إلى غيره، فأن يكون دخوله دخول طلب من الحاكم وحاجة من الحاكم، ومن ثم يكون مقام العلم محفوظا وموقورا، ولا يكون العلم ممتهنا، فيكون العالم دائما هو المطلوب وهو المحتاج إليه وليس العكس. الصورة الثالثة هي أن ينقطع تماما العالم وينأى بنفسه عن الدخول على الحكام أو دخول الحكام عليه، وقال الغزالي وهذه أرقى الأحوال وأرقى الصور. لكن الحقيقة أن أقول إنه المسألة ليست بهذه الحدية، وإنه الحاكم بالنسبة أو مؤسسة الحكم بالنسبة للعالم جزء من المجتمع الذي ينبغي عليه أن يمارس نحوه الدعوة، وأن يمارس نحوه البلاغ، وأن يمارس نحوه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعليه فإذا وجد الحاكم أن سم العالم أن سمت حاجة في أن يدخل إلى الحاكم واعظا، في أن يدخل إلى الحاكم منبها، في أن يدخل إلى الحاكم منكرا للمنكر أو أمرا بالمعروف، فإن من واجبه أن يفعل ذلك. والأمة تخسر كثيرا حين تنفصل مؤسسة العلم عن مؤسسة الحكم، وحين يترك العالم أو تترك مؤسسة العلماء شؤون الناس العامة دون أن تتدخل فيها بنصيحة أو بأمر بالمعروف أو بنهي عن المنكر. نعم. تحت دعوة أنها تحافظ على قدسية العلم وعلى شرف العلم. قدسية العلم تكون عندما يقود الحياة وعندما يصلح خللها وخطلها، أما عندما ينعزل فلا قدسية له، هذه قدسية زائفة في الحقيقة. المهم أن العالم يخوض غمار الحياة العامة لا بد من ذلك، يكون قائدا للرأي العام وللمجتمع لا بد من ذلك. وأنا هنا لا أعني العالم الفرد، وإنما أعني مجموع العلماء ومؤسسة العلماء. يكون آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، هذا من أوجب واجباته، تمام. لكن من ضوابط أن يقوم بهذه المهام والتي قد تقتضي تواصله مع مؤسسات الحكم أو مع أهل السياسة، من ضوابط ذلك أن يكون تدخله محسوبا، وأن يكون تدخله بقواعد الإيمان وقواعد البلاغ، لا بقواعد الرغبة ولا بقواعد طلب السلطة. وقد رأينا كثيرين من أكابر العلماء الذين تتلمذنا حتى عليهم، والذين نعلم منهم سعة العلم وسعة الاطلاع والتمكن في علومهم، رأيناهم عندما انخرطوا في مسألة الوظائف العامة والدخول على الحكام واعتبارهم جزءا من منظومة الحكم بدرجة أو بأخرى، تبدلت آراؤهم وتناقضت فتواهم واختلفت مواقفهم، فأباحوا ما كانوا يحرمون وقالوا ما كانوا ينكرون، وصاروا فتنة للناس. فهذه مأساة كبيرة جدا. ولعل ذلك أنه للأسف الشديد لم يعد لدينا إعداد نفسي وتربوي وأخلاقي وقيمي للعلماء من الصغر كما كان ذلك موجودا في الأزمنة الماضية. الأزمنة الماضية كان عندنا مدارس متخصصة للعلماء، مثلا المدرسة النظامية وأشباه هذه المدرسة، وكان الولد يؤخذ صبيا صغيرا فيلقن الخلق ويلقن التربية والطاعة والتعبد والتنسك قبل أن يلقن العلم، حتى إذا صار عالما كبيرا لا يفتن بعرض من الدنيا ولا يفتن بسيف المعز ولا بذهب المعز.
لكن يعني نقطة جوهرية تحتاج إلى تحديد، يعني لا يمكن، هل يمكن في المجتمع الإسلامي وفي ضوء هذه المكانة التي رفعها الله منحها الله للعلماء أن يقتصر فقط دور العالم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قضية قد يكون بها يقوم بها داعية عادي؟ السؤال هو ما طبيعة الدور الذي يقوم به العالم منفردا أو مجموعة أو العلماء جماعة في صوغ وتحديد طبيعة السلطة السياسية في الدولة؟ نعم، أنا قلت قبل قليل إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من واجبات العلماء، لكن الأهم من ذلك أن يكون العلماء على رأس المجتمع قيادة روحية وقيادة فكرية وقيادة حركية حتى إن اقتضى الأمر. وأنا لو أردت أن أضرب المثال من مصر عندنا من التاريخ الحديث، الأزهر، مؤسسة الأزهر الشريف كانت دائما في مقدمة المجتمع في الثورات، كانت على رأس الثورات، ثورة 1919، في التصدي للاحتلال كانت على رأس جموع السائرين في وجه الاحتلال. لكن حصل في بعد ثورة 52 أو انقلاب 52 تطويع لمؤسسة الأزهر، فصودرت أوقاف الأزهر وحلت هيئة كبار العلماء، وصار تعيين شيخ الأزهر الذي كان ينتخب من هيئة كبار العلماء صار تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية. ومن ثم فقد الأزهر استقلاله المالي بمصادرة أوقافه، واستقلاله الإداري بتعيين شيخ الأزهر، واستقلاله العلمي والعلمائي بحل هيئة كبار العلماء، ومن ثم صار لا يملك حتى المرجعية العلمية. وبالتالي مؤسسة العلماء واجبها ليس فقط أن تقول كلمة الحق ويعود العلماء إلى بيوتهم، وإنما واجبهم أن يقودوا المجتمع حراسة لقيمه العليا ومصالحه الكبرى، وتمكينا للدين الذي ارتضاه الناس ودخلوا فيه وارتضاه لهم ربهم سبحانه وتعالى. ومن ثم لا يمكن أن يكون العالم مجرد إنسان يطل على الناس يقول كلمتين ويعود فيختبئ في صومعته، إنما العالم هو قائد مجتمعي، وهو قائد شعبي كما هو في المقام الأول مبلغ عن الله. ولا يمكن انفصال الوظيفتين، الوظيفة المجتمعية للعالم والوظيفة العلمية أو الدينية. هل وضعت الشريعة أو حددت الشريعة علاقة أو مسارا محددا في العلاقة بين العالم والحاكم سواء بالنص أو باستقراء العلماء؟ طبعا التجربة الإسلامية الأولى التي مثلتها دولة الخلافة الراشدة تجيبنا عن هذا السؤال. نموذج الخلافة الراشدة أوجد سلطة رقابية عليا تستشار في الحاكم قبل أن يعرض على البيعة العامة، وتراقب أعماله الكبرى وتأخذ على يده إن انحرف عن العقد الاجتماعي الذي يربط بينه وبين الناس. هيئة كبار العلماء التي شهدتها الأمة الإسلامية في زمن الخلافة الراشدة هي تجسيد للعلاقة كما يتصورها الإسلام بين الحاكم وبين منظومة العلماء. منظومة العلماء وظيفتها رقابة عليا أن ثوابت الدين لا تمس، وأن مصالح الناس الكبرى لا تمس، وأن الحاكم يسير في المجمل على جادة الطريق، وأنه إذا رأوا فيه انحرافا أخذوا على يده وردوه إلى الصواب، فيكون أمامه أحد خيارين كما قال عمر رضي الله عنه: فإما اعتدلنا وإما اعتزلنا، إما أن يعود إلى جادة الطريق التي انحرف عنها، وإما أن يعتزل ويقيم الناس غيره. ومن ثم وظيفة العلماء هي من حيث علاقتهم بالحاكم بطبيعة الحال وظيفة رقابية، والرقابة هنا يقصد بها الرقابة العليا وليست الرقابة الإجرائية التنفيذية التي تمارسها الأمة وكانت تمارسها في زمن الخلافة الراشدة من خلال مؤسسة المسجد. أي واحد من الرعية من حقه أن يخاطب الخليفة وأن ينكر عليه وأن يناقشه وأن يسمع وجهة نظر الخليفة حتى يفهم، وهذا متكرر في الخلافة الراشدة. وبالتالي مؤسسة العلماء كانت هي التي تقوم بوظيفة أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد يعني مؤسسة الرقابة العليا في الأمة، وهي التي ترعى أصول الحياة ديانة واجتماعا، ديانة بالمحافظة على ثوابت الإسلام وأحكامه القطعية، واجتماعا بالمحافظة على مصالح الناس وإقامة العدل وإشاعة الأمان والسلام بينهم. ذكرت المثال الخلافة الراشدة وهي الحالة المثالية في التاريخ الإسلامي، لكن سؤالي دكتور، وبعد الخلافة الراشدة إلى أي مدى طبيعة العلاقة بين الحاكم والعالم أو بين السلطة والفقهاء الذي كان يعبر عنه في ذلك الحين بالفقهاء حددت في إطار على إيقاع الصراع بين السلطة المعرفية والسلطة السياسية؟ يعني لم تضبط
نصوص الشريعة هذه العلاقة، وإنما ضبطها إيقاع الصراع بين السلطة المعرفية والسلطة السياسية. صحيح، بعد الخلافة الراشدة بدون شك حصل انحراف، ودخل على الدين في هذه المرحلة نقص كبير، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النقص في مظهرين عندما سمى هذه المرحلة بعد الخلافة الراشدة وحتى قيام الحكم الجبري، سماها النبي صلى الله عليه وسلم ملكا عاضا أو ملكا عضوضا، وهذا يعني الكلمتان هاتان تعنيان وجهي النقص اللذين دخل على الأمة في هذه المرحلة. فالأول أن الأمر فيها صار ملكا بعد أن كان خلافة، والملك معروف أن له مظاهر في الترف وفي السلطان وبناء القصور واتخاذ الخدم واتخاذ الجواري والاستئثار بالثروة. ومن ثم انتقلت الخلافة الحكم يعني مؤسسة الحكم من الخلافة بمنظومتها المعروفة إلى الملك بمنظومته المعروفة. والأمر الآخر أن الأمر صار عضوضا يعني وراثيا بعد أن كان شوريا، فانتقلنا من الخلافة إلى الملك ومن الشورى إلى الوراثة. ومن ثم هذا الخلل الكبير في تكوين السلطة وفي أسسها وفي مفهومها العام أدى إلى أن تفترق هذه السلطة عن مؤسسة العلماء، وبدأت العلاقة تتحول من الانسجام الكامل اللي كان موجود في زمن الخلافة الراشدة المرحلة المثالية كما تفضلت وسميتها إلى الافتراق بين مؤسسة السلطة ومؤسسة العلماء. فنجد أن أئمة الإسلام الكبار كلهم يعني كانوا في حالة اختلاف بقدر ما مع مؤسسة الحكم. فنجد أن أبو حنيفة، أن أبا حنيفة رحمه الله رضي عنه عن الجميع، ضرب على القضاء ولم يقبل أن يكون جزءا من منظومة الحكم فضرب وحبس، وأن الإمام مالك ضرب وحبس، وهكذا كل الأئمة الكبار تقريبا. ومن ثم بدأت العلاقة محاولة تطويع من قبل السلطة وممانعة من قبل العلماء وافتراق ما بين الوجهتين، وجهة السياسة ووجهة مؤسسة العلماء. وده كان أثر طبيعي ومنطقي جدا للخلل الذي طرأ على منظومة الحكم بعد زمن الخلافة الراشدة. يعني هل يعني لاحظنا كما ذكرت الدكتور أن العلاقة دائما كانت ندية وكانت تنافرية بين السلطة المعرفية التي يمثلها العلماء والسلطة السياسية التي يمثلها الحاكم، وكتب التراث من العلماء تفيض بالمقولة الشهيرة وجنبك تعرفها بأن من تحس مرقة السلطان احترق لسانه عن قول الحق، وهذه العبارة لها لها دلالتها ولها ما بعدها. هل هذه العلاقة قدرية أم أنه يمكن تقويمها في طور القاعدتين في ضوء القاعدتين الأساسيتين، الأولى التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم لكتاب الله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، والقاعدة الثانية التي بنى عليها أبو بكر الصديق من رأى في اعوجاجا فليقومه، فكيف يمكن تقويم العلاقة في ضوء هاتين القاعدتين؟ وحتى يمكن للعلماء أن يؤدوا وظيفتهم ويؤدوا دورهم الرسالي، لابد أن منظومة الحكم يكون فيها حد أدنى من الرشاد، حد أدنى من الاستقامة والعدالة، حتى يمكن أن تنصح وحتى يمكن أن يعني تقيم ولو جسرا ما من العلاقة بينها وبين مؤسسة العلماء. لكن في معظم مراحل التاريخ سنجد أن المحاولة هي محاولة تطويع وإخضاع كامل، خاصة في العصر الحديث. ربما فيما مضى بمجرد بداية عهد الحكم الجبري انتقلنا إلى صيغة جديدة، ويصيغة سعي السلطة للهيمنة الكاملة والإخضاع الكامل لمنظومة العلماء حتى لا ينطق العلماء إلا بلسان الحكام. ونحن نرى هذا في شرق العالم الإسلامي وغربه، اللهم إلا من بقوا على العهد وبقوا على الأصل الذي هو شأن العلماء. ومن ثم كيف تنضبط العلاقة؟ رقم واحد أنه يكون لدينا منظومة حكم قابلة للإصلاح، ما هو العالم يريد أن يصلح، لكن كيف ومنظومة الحكم مختلة خللا لا يمكن إصلاحه، غارقة في الفساد، غارقة في التبعية، غارقة أحيانا في العمالة، غارقة في تحقيق مصالح الأعداء وفي معاداة الأولياء، في ظلم شعوبها وفي استرضاء أعدائها. كيف يمكن للعالم أن يكون جزءا من إصلاح هذه المنظومة غير القابلة للإصلاح؟ هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه دكتور حاتم، يعني في ضوء هذا الواقع وهذه الحالة التي تحدثت عنها أخيرا، في ضوء هذه المنظومة الحاكمة كيف تترتب العلاقة بين الحاكم والعالم؟ أنا أظن أنه في ظل هذا، طبعا المسألة ليست على خط واحد، والمنظومات الحكم متفاوتة الآن، بعضها يقترب إلى مستوى العدالة وبعضها أبعد ما يكون عن هذا المستوى، فلا نستطيع أن نعمم. المهم أنه هيئات العلماء في كل بلد وفي كل مكان يكونون على بصيرة بما يصلح لهذا البلد وهذا المكان، ومن ثم
بمقدار اقتراب الحاكم من مستوى العدالة المطلوبة من الحد الأدنى حتى من العدالة، يمكن للحكام أن يقتربوا منه للعلماء نصحا وحثا على مزيد من العدالة واحترام الحقوق وتوفير الحريات وصيانة الدماء والأموال والأعراض وإشاعة العدل في الناس وإلى آخره. كلما وجدوا فرصة لذلك أو فرجة ينتظر ويؤمل أن تؤدي إلى تحقيق هذه القيم الكبرى، واجب عليهم أن يبادروا ولا يتحرجوا ولا يتحسسوا. أما إذا كانت المسألة يعني مقطوع بها الأمل، فيعني لا يصح للعالم أن يهين نفسه وأن يقترب من سلطة فاجرة إذا اقترب منها أحرقته وأهلكته. أستاذنا الدكتور محمد عمارة عليه رحمة الله يحكي إنه في مرة من المرات قال له: هل يصح يعني أن رئيس الجمهورية، قال لوزير الأوقاف في مصر في زمن حسني مبارك، هل يصح أن يكون رئيس الجمهورية لا يجلس إلا مع غلاة العلمانيين؟ يعني لا يفكر مرة أن يجلس مع علماء الدين؟ يعني يا أخي إذا كان يجلس إلى فلان وفلان وفلان وسمى مجموعة من غلاة العلمانيين كل حين، فيعني يجلس مرة مع هؤلاء ومرة مع العلماء الثقات الموصوف الوسطيين فقال له: والله هذا كلام عظيم وسأنقله إلى الرئيس. وبعد مرور شهور التقى بي الدكتور عمارة وسأله: ماذا فعلت لوزير الأوقاف؟ فقال: اسكت يا دكتور، كانت يعني وقعة سوداء، الرجل لا يريد أن يسمع كلمة الإسلام أصلا، فضلا عن أن يجلس مع العلماء أو مع غير العلماء. وبالتالي عندما تكون منظومة الحكم بهذه الدرجة من السقوط، فإن واجب العالم أن يحافظ على استقلاله وأن يقول كلمة الحق وألا يمتهن نفسه في الاقتراب من مؤسسة حكم ساقطة بكل المعايير، بعيدة عن كل ثوابت الإسلام وثوابت الصلاح المجتمعي والحكم الرشيد. هذا الكلام يعني الذي ذكرته يترتب عليه سؤال مهم، وهو: ماذا عن العلماء الذين يتقربون من السلطان إذا ما حوى السلطان مثل الصفات التي ذكرتها قبل قليل؟ أنا مضطر إلى أن أذهب إلى الفاصل، وصلنا إلى الفاصل الأخير، يأتيكم ما تبقى من هذه الحلقة بعد قليل. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا وسهلا بكم دكتور حاتم. ما زالت القضية فيها شيء من الإشكالية، يعني تحدثت عن الصنف الأخير من الحاكم وضربت مثلا في مصر في العهد الأخير قبل نشوء أو قيام الثورة أو الانتفاضة المصرية. السؤال هو: إذا ما كان الحاكم أو السلطة السياسية بمثل هذه المواصفات التي لا تريد أن تسمع كلمة الإسلام كما تفضلت ونقلت، هنا إشكالية في العلاقة، يعني ما الذي على الحكام أن يفعلوه إذا ما تقربوا من الحاكم لتقليل مثلا ظلمه أو لتقريبه من العدالة، فيخشى أن يترتب على ذلك إضفاء نوع من الشرعية على هذا الحاكم الذي هو في الأصل يضيع الشريعة، كيف يمكن تحقيق الموازنة هنا؟ يعني ميزان المصالح والمفاسد في الإسلام ميزان دقيق، الآن لدينا مصلحة مرجوة توضع في الميزان ويرى ما هو حجم المظالم التي يمكن لتدخل العلماء أن يزيلها، ما احتمال استجابة الحاكم لهذه المحاولة، ما مدى يعني سقوط هذا الحاكم وخروجه عن المعايير الإسلامية بالجملة، ثم توضع المفاسد في جهة والمصالح في الجهة الأخرى ويرى أي الكفتين أثقل بالميزان الشرعي. فإذا كانت المظالم التي يرتجى رفعها مظالم كبيرة تستحق المخاطرة من أجلها، وإذا كانت احتمال استجابة الحاكم قائمة وموجودة، فإنه ساعتها على جماعة العلماء أن يعزموا أمرهم وأن يخاطبوه، لكن المهم أن يخاطبوه جماعة لا فرادة. تعلم أخي الكريم أن العالم عندما يذهب بمفرده يسهل الضغط عليه ترغيبا أو ترهيبا، أما وتكون مناعته أقل بطبيعة الحال، أما عندما يحتمي جماعة العلماء بعضهم ببعض ويكون قرارهم شوريا وجماعيا فإن جماعتهم تحمي أفرادهم، ومن ثم فإن الواجب في هذه الحالة إذا رأوا أن ثمة منفعة مرجوة معتبرة
من وراء التواصل مع حاكم عنده خلل كبير، خلل ما، فإن ذلك ينبغي أن يكون بصورة جماعية مؤسسية، حتى يعلم الحاكم أنه لا يخاطب فردا إنما يخاطب جهة، وجهة مؤثرة. وللأمانة فإن الحكام مهما كان فسادهم يخافون من العلماء ويعملون لهم حسابا، ويعلمون ان كلمتهم مؤثره في الشعوب، انهم يستطيعون اي العلماء ان يحركوا ضمائر الشعوب، ولذلك يعملون لهم حسابا. فاذا كان الخطاب جماعيا وكانت الكلمه واضحه ومتفقه وكان المصلحه راجحه من وجهه نظر العلماء، لا مانع من ان يفعلوا ذلك تقليلا للمظالم او دفعا للشرر او تحقيقا للشرور او تحقيقا للمصالح. اما اذا كانت الامور على غير ذلك فإنه لا يجوز للعالم أن يمتهن علمه ولا أن يعرض نفسه لفتنة الاقتراب من حاكم ظالم لا يؤمن شره ولا يرجى خيره. ما الضابط الذي يجعل المسلمين يحكمون على العالم بأنه مجروح في علمه، مجروح في عدالته، تبعا لقربه من السلطان وبعده؟ ما الضابط في يعني ذلك؟ الضابط في ذلك هو طبعا الشعوب يا أخي الكريم والأمة في مجموعها عندها حاسة وعندها ذائقة لا تكاد تخطئ. حتى الذين ولوا المناصب الرسمية من العلماء، منهم من ولي المنصب وخرج ويحتفظ بكامل احترام الناس ومحبتهم له. لما؟ لأنهم راقبوا ما صدر عنه فلم يجدوا منه نفاقا، ولم يجدوا منه مداهنة، ولم يجدوا منه إضفاء للشرعية على أشياء لا يمكن أن تكون مشروعة، ولم يجدوا منه ثناء على حكام ظلم، ولم يجدوا منه مغايرة ومناقضة لأقواله وفتاواه وكلامه السابق، وإنما وجدوا أول الأمر عنده كآخره. قد رأينا هذا النوع على قلة. أما الكثرة الكاسرة التي تسقط في أعين الناس هم أولئك الذين يبالغون في إضفاء المشروعية على كلام الحاكم. يعني عندما يخرج واحد على الناس مدعيا ظلما وزورا أنه ينتسب إلى العلم الشرعي ويقول أنه يجب على الناس أن يطيعوا الحاكم حتى لو زنى علانية، ويقول أنه حتى لو ظل يزني على الهواء مباشرة نصف ساعة، لا يجوز للناس أن يخرجوا عليه ولا أن ينكروا عليه. كيف يمكن للضمير العام والعقل الجمعي للأمة أن يقبل هذا الكلام؟ هل يصبح الحرام حلالا في حق الحكام؟ من أحل لهم الحرام؟ هل تموت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه حاكم؟ كيف يمكن قبول هذا الكلام المناقض لنصوص الشرع ولأعراف الأمة وثوابتها وتاريخها وإلى آخره؟ لا يمكن قبوله. ومن ثم فالأمة تزن بميزان مدى استقلال هذا العالم، هل هو يخدم دينه ولا يخدم مولاه الحاكم؟ هل هو يحاول إرضاء الله سبحانه وتعالى فيقول كلمة الحق ولو كانت مرة، ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى في دينه، ولا هو يقول للحاكم ما يرضيه؟ الشعوب يا أخي الكريم لا تخطئ في هذه الموازين، ولا تخطئ في تقييم علمائها، ولا تخطئ في الحكم عليهم. ومن ثم مثلا فإنه عندنا في مصر الشيخ الشعراوي كان وزير الأوقاف ولم ينقص هذا من قدره في نفوس الناس مثقال ذرة، لأنه لم يكن يمتنع أن يقول كلمة الحق في وجه الحاكم وهو في الوزارة. تمام. ويروى له مثلا أنه كان الرئيس السادات الله يرحمه يستضيف تشاوشيسكو، وبعدين دعا بعض الوزراء من حكومته لحضور الاستقبال، وكان منهم وزير أوقاف الشيخ الشعراوي، وفوجئ الشعراوي بأن الاستقبال يجري في دار الأوبرا، وأنه بيجري عرض أوبرالي موجود في طبعا يعني نوع من أنواع الرقص الغير الجائز شرعا. ففرد الشيخ الشعراوي الكرسي ومدد ظهره عليه ووضع ساقا فوق ساق وصرف وجهه عن العرض، فأرسل إليه السادات ممدوح سالم رئيس الوزراء وقال له: يا شيخ، يقول لك رئيس الجمهورية اعتدل في جلستك. فقال: اذهب وقل له يعتدل هو أولا. فلا يمكن للشعوب أن تخطئ هذه المواقف أو تنساها. فظل الشيخ الشعراوي بعدما خرج من المنصب، والشيخ الشعراوي قبل المنصب. كذلك الأمر بالنسبة للشيخ جاد الحق شيخ الأزهر عليه رحمة الله، الذي كانت فتواه فيما يفترق فيه الدين عن السلطان مفارقة للسلطان، وهي فتاوى سيارة مشهورة، فتواه بحرمة ربا البنوك، أو فتواه ببطلان مقررات مؤتمر السكان في 95 وإلى آخره، ولم يكن يهاب في الله شيئا. الشيخ عبد الحليم محمود ورفضه لقانون الإصلاح الاجتماعي الذي طرحته زوجة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. لا تنسى الشعوب هذه المواقف المستقلة للعلماء التي تؤكد أنهم يصدرون عن الدين والشرع ولا يصدرون عن هوى الحاكم. في الضفة الأخرى من النار آخرون سقطوا، وسقطت مكانتهم العلمية، وسقطت أسماؤهم، لأنهم فعلوا عكس ذلك. في الحرام القطعي
حاولوا أن يضفوا عليه الشرعية حتى يرضى عنهم الحاكم، وهؤلاء بالفعل نعموا بمدة طويلة في مناصبهم وأغدقت عليهم الأموال والأعطيات وفازوا بدنياهم، ربما يكونون قد فازوا بشيء من عرض الدنيا، لكنهم خسروا قيمتهم الدينية، خسروا احترام شعوبهم، وخسروا قبل ذلك التعبير عن رسالة العلم الصحيح وعن ميراث النبوة الشريف. في الدقيقتين الأخيرتين من هذه الحلقة، من وقت هذه الحلقة، ما الذي يمكن أن تزيده من حديث لم يرد ذكره في هذه الحلقة؟ الحقيقة أنا أقول أن الأمة الآن بحاجة إلى تعهد شبابها من شباب طلاب العلوم الشرعية، وإلى أن تغدق عليهم. لابد للشعوب الآن أن تقوم بما قصرت فيه الدول والحكومات، وإلا تنتظر الحكومات حتى تنشئ لها أجيالا من العلماء الصالحين. الآن لابد من مؤسسات شعبية تحتضن الطلاب الصغار، طلاب العلم صغارا، وترعاهم وتتعاهدهم وتغنيهم عن الحاجة وعن السؤال، وتوفر لهم المناخ الذي يجعل منهم علماء ربانيين مصلحين يقودون هذه الأمة في المراحل القادمة، وهي مراحل صعبة تحتاج إلى رواحل من العلماء. ومن ثم فإنه الآن نحتاج إلى إعداد عدد كبير في كل بلد من هؤلاء العلماء الربانيين وتعهدهم ويعني وضعهم بين يدي المشايخ الكبار الأسبات الربانيين الموجودين الآن، حتى يورثوهم العلم الصالح ويورثوهم أيضا التقوى والخشية مع هذا العلم الصالح. إن حاجة الشعوب المسلمة اليوم إلى علماء المستقبل، علماء الشريعة في المستقبل، أعظم من حاجتها إلى كل المقاومات المادية، طعاما وشرابا وغنى وسراء، لأن هؤلاء العلماء سيكونون صمام الأمان للشعوب المسلمة في المرحلة القادمة، وسيكونون مصابيح الدجى والفتن المقبلة، فتن رهيبة جدا لن تستطيع الأمة أن تخوض غمارها إلا إذا كان على رأسها منظومة كاملة من العلماء الصالحين الصادقين الربانيين الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا غيره، ويبلغون رسالاته ولا يعبؤون بالثمن الذي يدفعونه في بلاغ هذه الرسالات العظيمة التي ائتمن الله عليها العلماء وأورثهم بها وبحقها ميراث النبوة الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لذلك، وأن يكتب لنا العلم النافع العمل الصالح، ويجعلنا من أهله بفضله ورحمته. دكتور حاتم عبد العظيم، أستاذ الشريعة الإسلامية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، والشكر بطبيعة الحال موصول للمشاهدين الفاضلين على طيب المتابعة. نستودعكم الله.